من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم في قراءة جديدة للتاريخ، قراءة الدرس والعبرة والموعظة. لطالما وصف الواصفون الشيعة، وصفوا الحق ووصفوا الباطل، ولطالما كانت الكلمات المنصفة تذكر جميل خصال الانتماء لمحمد وآل محمد وشيعتهم، ولطالما تغنت القصائد بالشيعة وانتمائهم لأهل البيت عقائديا، ولكن يبقى فصل الخطاب عند أئمة الهدى سلام الله عليهم. اليوم سنكون ووصف الشيعة على لسان الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كما في المشهد القادم. قلت لي إنهم يستأذنون بالدخول علي، أعرفت من هم أو أسماءهم؟ وهم لا يزيدون عن قولهم، نحن شيعة أبيك. هكذا إذن، اصرفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن أن يأذن لنا مولانا الإمام بالدخول؟ انتظروا قليلا. نأمل أن يقابلنا هذه المرة إن شاء الله. إن شاء الله. اصرفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي مولانا الإمام، إنا شيعة أبيك علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لنا. ونحن ننصرف هذه المرة ونهرب من بلدنا خجلاً وأنفة مما لحقنا، وعجزاً عن ضرر ما يلحقنا بشماتة الأعداء. يا ابن رسول الله، ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ أي باقية تبقى لنا بعد هذا؟ اقرأوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ما اقتديت إلا بربي عز وجل فيكم، وبرسول الله وبأمير المؤمنين، ومن بعده من آباء الطاهرين عليهم السلام، عتبوا عليكم فاقتديتم بهم. لماذا يا ابن رسول الله؟ لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ويحكم، إنما شيعته الحسن والحسين،
وأبو ذر وسلمان والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره ولم يركبوا شيئاً من فنون زواجره. فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون مقصرون في كثير من الفرائض، متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون حيث لا يجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية. فلو قلتم إنكم موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه، لم أنكره من قولكم، ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها. إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم، إلا أن تدارككم رحمة من ربكم. يا ابن رسول الله، إننا نستغفر الله العلي العظيم من قولنا، بل نقول كما علمنا مولانا: نحن محبوكم ومحبو أوليائكم ومعادو أعدائكم. فمرحبا بكم يا إخواني وأهلي ودي، ارتفعوا ارتفعوا ارتفعوا. كم مرة حجبتهم؟ 60 مرة. فاختلف إليهم 60 مرة متوالية، فسلم عليهم وأقرئهم سلامي، فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهم، واستحقوا الكرامة لمحبتهم لنا وموالاتهم، وتفقت أمورهم وأمور عيالاتهم. فأوسعهم بنفقات ومبرات وصلات ورفع معرات. إخوتي أخواتي، قبل أن نودعكم، ها نحن ودروس من القصة التي شاهدناها في المشهد السابق. من هذه الدروس، إن أردنا أن نصف شيئاً علينا أن نقرأ وصف هذا الشيء على لسان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنهم وصفوه حق وصفه، إذ إنه كما شاهدنا كانت الصفات الحقة للشيعة الحقيقيين تدعونا للتفكر في رصانة الرابط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى عبر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في أمان الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.